طب هل احنا محتاجين نلبس ماسكات؟ آه، اللي عنده بقى المرض ده هينزل لاي سبب حاجه ايرجنت يحط الماسك. انا ما بطلتش استخدام ماسك حتى الان. ليه بقى؟ انا بستخدمه كوقايه نمره واحد ونمره اثنين، ودي نقطه مهمه جدا. انا بضطر انزل من التكييف الى السخن، انزل من العربيه للسخن، فبلبس الماسك عشان تيار الهواء السخن او البارد ما يخش الجهاز التنفسي. لو تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى القوه المناعيه والدفاعيه للجهاز التنفسي حاجه تفوق الخيال. انما اما تنزل فجاه وانت قاعد في درجه حراره 18 او 19 او 20 الى 30 او 35، الهواء السخن ده بيروح داخل ويمكن يكون محمل ببعض الفيروسات او بعض الاتربه. فالحل هنا خصوصا بقى اللي عندهم امراض مزمنه، يعني انت عندك حساسيه في صدرك او في التهابات شعبيه مزمنه او في مشاكل اخرى في الصدر، امراض كثيره، في الحاله دي استخدام الماسك هنا كوقايه. وقايه مهمه جدا، بنضرب عصفورين بحجر. اولا لو في حد عنده انفكشن او عدوى ما يديلكش، ثانيا الهواء البارد او السخن قوي ما يدخلش الى الجهاز التنفسي. هو ده المطلوب في هذه الفتره، ان احنا نتبع الاساليب الوقائيه، ان احنا اي حد يجي له المرض يقعد عشان ما يعديش الاخرين، اي حد يحصل له مضاعفات يلجا للطبيب. ثم الفئات اللي انا قلت عليها اللي هي اكثر عرضه للمخاطر دايما تتابع عشان يقدر الدكتور المعالج يقول له ايه اللي انت تاخده وايه اللي ما تاخدهش. ارجوكم الناس ما تستخدمش ادويه بلا مبرر. مش محتاجين انتيبيوتكس ابدا في الفيروس بس، مش محتاجين ادويه اخرى اللي بنسميها نون سترويدال اللي هي الادويه المسكنات او خافض الحراره الاخر، هو بس الباراسيتامول. الحاجات الثانيه لا تستخدم. فهنا الحقيقه الموضوع بياخد له يومين ثلاثه اربعه وبينتهي تماما باذن الله، وربنا يحميك ويحمي مصر كلها ان شاء الله. يا رب. دكتور، احنا عامه في المستقبل ممكن نلاقي متحورات اخرى، وهل يجب ان احنا نتكيف مع هذه الفكره عامه؟ شوف يا فندم، عندما اعلنت منظمه الصحه العالميه، المدير العام عمل مؤتمر صحفي، عندهم حاجه اسمها لجنه الطوارئ، هي المنظمه بتعتمد على هذه الفكره. اعلنوا ان فيروس كورونا او وباء كورونا لم يصبح حاله طوارئ عالميه. يعني هو كان زمان emergency، يعني حالة طوارئ عالمية، ما بقاش كده. لكن قالوا ايه؟ حط جملة في الاخر، قال هذا لا يعني ان مشكلة كورونا انتهت. ما اعلنوش ان وباء كورونا انتهى، لكن بقى اصبح لازم الدول تتعامل معاه كأحد الفيروسات التنفسية. والله يا فندم احنا قلنا الكلام ده من زمان جدا، احنا فيروس كورونا فيه منه انواع كتير. بعد شوية بقى خلاص هو في عندنا فيروسات تنفسية، الانفلونزا اظن مشهورة، والانفلونزا على فكرة مش نوع واحد، ده في منها A و B و C و D، وتحتيها في متحورات كثيرة جدا. يعني لو حد بياخد تطعيم الانفلونزا الموسمي هيلاقيه كل سنة بيتغير، ويكتبوا عليه 23-24 وبعدين 24-25. ليه؟ لأن التركيبة الجينية بتاع نفس الفيروس اللي اسمه انفلونزا بقى فيها تحتيها سب تايبس موجودة كتير. فاذا هي ظاهره تميز كل الفيروسات. امال احنا بنقول ليه ما تستخدموش مضادات حيويه عشوائي عشان ما تكتسبش البكتيريا مناعه ضد المضادات الحيويه؟ فاذا هيحصل متحولات ثانيه. نفتكر سوا انا وحضرتك والاستاذ شاذلي، حصل بعد شهر شهر ونص هيطلع واحد جديد. لا حصل قبل كده، كنا دايما في المداخلات حضرتك بتقول ان احنا قريب هيكون فيه، وما زال المتحورات موجوده وهتفضل موجوده، لكن احنا علينا بالفعل ان احنا نتكيف مع الوضع.